إذا انتهت المباراة بفوز كبير للنادي الأهلي 3-1. ألف مليون مبروك النادي الأهلي، هارد لك نادي الزمالك. فوز الحقيقة يؤكد صدارة النادي الأهلي في الدور التمهيدي بالفوز ذهابا وإيابا. اللعيبة كانوا رجالة، ألف مليون مبروك الجهاز الفني واللاعبين، ألف مليون مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان النهاردة أغلب أعضائه بيأزروا الفريق في المقصورة. خلينا نروح لأرض الملعب وصالة الأمير عبد الله الفيصل والزميل فاروق صلاح، ولقاء مع نجم أحد نجوم اللقاء النهاردة سنتر بلوك الفريق محمد عادل. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد التحيه للكابتن هيثم السعيد وضيوفي الكرام كابتن حسام شعراوي والكابتن نشأة طلعت، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه عنوانها شخصيه النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي على الزمالك 3-1. سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من نجوم المباراه ومن نجوم النادي الاهلي كابتن محمد عادل دوله. كابتن محمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه بنقولها تحت عنوان شخصيه النادي الاهلي، فوز على الزمالك ذهابا وتكرار الفوز النهارده والفوز على الزمالك بنتيجه 3-1. اعتقد مباراه زي ما قلنا شخصيه النادي الاهلي. طبعا ده ماتش ديربي اهلي وزمالك. السنه اللي فاتت ضاع علينا الدوري، ان شاء الله عندنا السنه دي 5 بطولات، مطلوب مننا ان احنا ناخد مركز اول، ما عندناش مركز ثاني خالص، فان شاء الله نقدر نفوز في البطولات اللي جايه. وماتش النهارده كان ماتش صعب جدا طبعا، رغم ان عندهم غيابات بس هم نازلين عندهم النادي الزمالك بيلعب من غير ضغط، احنا بنلعب ضغط دايما، النادي الاهلي بيلعب تحت اي ضغط، فالحمد لله قدرنا نفوز على المباراه النهارده 3-1. وان شاء الله في دور الثمانيه ان شاء الله نعمل ماتشات كويسه والدوري يرجع لبيته ان شاء الله مكانه الطبيعي. كلام مهم جدا عودة الدور لبيته، ولكن نقول عودة الأمور لطبيعتها، النادي الأهلي يفوز في 100 عقبة ويفوز في صالة الجزيرة، أعتقد دي الأمور الطبيعية اللي أنتوا كجيل اتعود عليها وجماهير النادي الأهلي اتعودت معاكم على الأمر ده. الحمد لله فرقة الكرة الطايرة في النادي الأهلي متصيدة أفريقيا الحمد لله، أفريقيا وعربية ودوري وكاس. حصل بعض الإخفاء الموسم اللي فات، فطبعا الحمد لله قدرنا نفوز في أرضهم 3-0 بعد غياب كبير، يعني أكتر من 10 سنين النادي الأهلي ما بيلعبش هناك. الحمد لله قدرنا نفوز في أرضهم عندهم 3-0، وإن شاء الله بنزيد من الانتصارات الفترة اللي جاية ونرجع الدوري بيته طب مكانه الطبيعي إن شاء الله. فرقة الكرة الطايرة بالنادي الأهلي فرقة ليها رصيد عند جماهير النادي الأهلي، والجماهير النادي الأهلي لمس هذا الأمر، الثقة اللي موجودة من الجمهور مدياكم دفعه. اتكلمت في بدايه الكلام قلت لي احنا عايزين نعوض بطولات الموسم الماضي، مهم جدا ان انا اكون قريب من نبض جمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا ورانا، بيحفزنا قبل كل ماتش، بيدعمنا الحمد لله، يعني رغم خساره الدوري وكاس السنه اللي فاتت قبل ما اروح افريقيا كان الجمهور بيدعمنا، والحمد لله اخذنا بطوله، اخذنا البطوله الافريقيه من هناك من قلب تونس، رغم ان احنا بنلعب منتخب الترجي، بس طالما الجمهور وكابتن محمود الخطيب قعد عمل معانا جلسه واتكلم معانا قال لك انتوا كاسبين بطولات كتير ودعمنا وحفزنا، والحمد لله قدرنا نفوز بالبطوله دي، كانت اول بطوله لينا ان احنا نرجع الامور لطبيعتها، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله نرجع الدوري للنادي الاهلي ان شاء الله. واحب اشكر جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني على دعمهم الكبير لفرقه الكره الطايره عموما، وان شاء الله مزيد من الانتصارات للكوره والباسكت والهاند بول، وكلنا ان شاء الله يبقى الدوري كله في النادي الاهلي ان شاء الله في كل الالعاب. شكرك يا كابتن دوله وبالتوفيق ان شاء الله، ومستنيين منكم كتير وجمهور النادي الاهلي مستني منكم كتير ان شاء الله السنه دي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. كابتن هيثم ده كان لقائنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن محمد عادل دوله، اتكلم كلام من القلب، عوده الامور لطبيعتها، الفوز في 100 عقبه والفوز في الجزيره اعتقد امور اتعودنا عليها مع فريق الماسترز وفريق الكره الطايره بالنادي الاهلي، تستمر البطولات تستمر الانجازات ان شاء الله. عوده من جديد للكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح زميلنا من ارض الملعب شكرا جزيلا، ولقاء كان مهم مع محمد عادل، وشفنا قد ايه اصرار اللاعبين وتركيزهم عشان يرجعوا الدوري والكأس لمكانهم المفضل في النادي الأهلي. خلينا نرجع تاني لصالة الأمير عبد الله الفيصل ولقاء سلا حامد مراسلتنا من أرض الملعب ولقاء مع الأسطورة الكبير أحمد صلاح. اتفضل يا سلا. مرحب بيك طبعا تاني يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا ببارك لك يا كابتن هيثم وببارك لكل جماهير النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك طبعا في مباراه اليوم بثلاث اشواط ومقابل شوط، ويمكن زي ما انت قلت يمكن معايا الاسطوره والكبير والعالمي كمان كابتن احمد صلاح. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني يا كابتن في البدايه ابارك لك على مباراه النهارده، وشايف المباراه النهارده ازاي طبعا من وجهه نظرك واداء لاعبي النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه اقول الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لمجلس الاداره والف مبروك طبعا لجمهور الاهلي كله. الحمد لله طبعا الماتش طبعا كان في الاول كان ماشي كويس، طبعا الجيم الثاني قفل شويه وخدوه، لكن الحمد لله احنا قدرنا نرجع تاني والحمد لله رب العالمين، يعني قدرنا نسيطر على الماتش تاني. احنا برضو كنا مستعجلين جدا على المكسب وعشان الماتش في ارضنا والكلام ده، لكن الحمد لله يعني الدنيا مشيت زي ما احنا عايزين وكسبنا 3-1، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله.
كابتن احمد، طبعا يمكن النادي الاهلي من الفرق اللي تاهلت للادوار اللي جايه ان شاء الله في بطوله الدوري. مباراه النهارده يعني ما نقدرش نقول هي ممكن تاثر على مشواركم في بطوله الدوري، انتوا خلاص تاهلتوا، لكن النهارده تعاملتوا مع المباراه بشكل جدي، يعني اللي هو النهارده مفيش بديل للفوز، ان طبعا مباراه ديربي ودي مهم جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. اه طبعا، هو الدور ده كله اصلا يعني مالوش لازمه، احنا والزمالك كده كده صاعدين للدور النهائي، بس طبعا حاجه معروفه يعني بين ماتش الاهلي والزمالك ديربي معروف. طبعا لما بتكسب بتبقى انت بتفرح جمهورك وتفرح ناديك، فدي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا، ان احنا نفرح جمهورنا ونفرح مجلس الاداره، واحنا كمان نفرح، ان ده حاجه مهمه بالنسبه لنا، ان احنا طبعا السنه اللي فاتت خسرنا دوري وكاس، فاحنا ان شاء الله عايزين نعوض الكلام ده السنه دي، فيعني دي بدايه وربنا يسهل، ده لسه برده في عندنا احسن بكتير من كده، واللي جاي ان شاء الله يبقى احسن باذن الله. باذن الله يا كابتن. طبعا زي ما انت قلت ان كنتوا عايزين تفرحوا جماهير النادي الاهلي الموسم ده، في العديد من البطولات ان شاء الله الفتره اللي جايه يا كابتن، ازاي هتستعدوا لها من بعد مباراه الزمالك، من بعد النهارده ازاي هتستعدوا لبقيه البطولات؟ اللي انا عارفه يعني، او الكابتن ميدو قاله لنا، اللي المفروض ان شاء الله عندنا ماتش كاس يوم 15، وبعد كده هنبدا الدور الثمانيه اللي هو من 1 ل 8 الترتيب، ثلاث ماتشات، ماتشين ماتشين، بس طبعا لسه ما انا ما اعرفش المواعيد ايه او الايام ايه، وبعد كده المفروض عندنا ماتش كاس السوبر اللي هو بطوله السوبر، وبعد كده عندنا عربيه كو، عندنا ضغط ماتشات كتيره جدا الفتره اللي جايه، فعشان كده الموضوع اللعيبه مركزه في كذا حاجه، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه الدنيا هتبقى اهدى كتير، وهنديها هتبقى بس منظمه ان شاء الله الفتره اللي جايه. احنا بس لحد دلوقتي ما عندناش حاجه تاكد اللي انا بقوله ده، هو المفروض ام ده اتقال لكن كورق لسه ما فيش طبعا حاجه جت رسمي، لكن الفترة اللي جاية عندنا كاس السوبر ده تحدد اكيد، ان شاء الله ده تبقى اول بطولة في الموسم، وده دلوقتي احنا مركزين عليه، احنا عايزين ربنا يكرمنا ونكسبه عشان دي تبقى فاتحة لينا ان شاء الله، وتبقى نقدر يعني ان شاء الله الفترة اللي يعني دي هتدينا دافع لبقية البطولات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، ويعني ان شاء الله جمهور النادي الاهلي واثق فيكم، وزي ما انت قلت ضغط كتير، ولكن ان شاء الله تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي، ومبروك تانية مرة تانية للمباراة اليوم يا كابتن. ربنا يخليك، شكرا يا سلام. ميرسي يا كابتن. ده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع كابتن احمد صلاح الاسطوره، وطبعا والعالمي كابتن احمد صلاح، والان العوده مره اخرى للاستوديو، يكلم ليك مره ثانيه يا كابتن هيثم، تفضل. زميلتنا العزيزه ساله حامد، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه احمد صلاح من اللعيبه اللي تحب تشوفها، تحب تتفرج عليها، تحب تسمعها، يعني احمد صلاح عنده حاله عشق كبيره بينه وبين جماهير النادي الاهلي. هنرجع تاني للصاله وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع المتالق الدؤوب مدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي. اتفضل يا فاروق، وبلغ كابتن خالد سلامنا وتحياتنا من الاستوديو، اتفضل يا فاروق. من جديد ده برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيفيك الكريمين وبكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما حضرتك قلت، المتالق والدؤوب، وخليني اضيف على الكلام اللي حضرتك قلته، انه هو واحد عارف قيمه المسؤوليه داخل النادي الاهلي، يعني قبل ما يكون موجود معانا على الهواء كان حريص انه يكون موجود مع فريق نادي الزمالك يوصلهم يعني لحد باب النادي الاهلي، فالامر داخل النادي الاهلي مسؤوليه. وبالمناسبه هو قليل الظهور على شاشات التلفزيون بصفه عامه، ولكن جه وقت ان احنا نديله حقه. كابتن خالد العوضي، كابتن خالد مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، كابتن خالد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن هيثم، كابتن حسام شعراوي، كابتن نشأة طلعت. المسؤوليه جوه النادي الاهلي ثقيله، كابتن خالد العوضي قعد كتير جدا من الامور اللي انصابها، تولى المسؤوليه في وقت صعب جدا، لكن كنت جدير وعلى قدر مسؤوليه النادي الاهلي. اولا بمسي على كابتن هيثم وبمسي على كابتن حسام وكابتن نشأة في الاستديو، والحمد لله فضل من عند ربنا كبيره جدا وكرم من عند ربنا، مستوى اللعيبه اللي متواجدين فيه، احنا في الاخر واحد جوه منظومه النادي الاهلي، انا بشتغل جوه منظومه كبيره ومنظومه عارفه من اول يوم، من اول ما اتوجد لها في التاريخ اتوجد ليها منظومه، وكل الناس بتعمل شغلها كويس جدا، وانا في الاخر بقول لك واحد في الافراد دي، فاكيد كلنا بنعمل شغلنا كويس، فربنا يوفقنا، بس ده المطلوب. كابتن خالد، في امور وتفاصيل خارج الملعب عايز اتكلم عليها، لما نشوف مستر اوجست بوش ولاعيب السله موجودين في ماتشات الطايره ولاعيب الطايره، الروح اللي موجوده ما بين افراد النشاط الرياضي في النادي الاهلي هي دي اللي بتكون البدايه الاولى للوقوف على منصات التتويج. بص هقول لك حاجه بصراحه، يعني احنا السنه دي عندنا حاجه جميله جدا، كل الناس بتساعد كل الناس، وده شيء مهم جدا، ودي روح موجوده لكل الفرق الجماعيه في النادي الاهلي بالاخص طبعا، وشفت كتير دكاتره بيساعدوا هنا ودكاتره واخصائيين علاج طبيعي. بص مفيش حد يتوانى ان هو ما يعملش سبورت للفرق اللي جنبه، كل الناس الاجانب طبعا كلهم النهارده متواجدين بيتفرجوا بيعملوا سبورت معانا، كل فرقنا الرياضيه بتبقى سبورت في الماتشات، عارف ما دام ما عندهمش ماتش كله بيكون متواجد، بس انت عارف ظروف برضو ان الجمهور ما بيخشش كتير، فبيكون عندنا الاجواء قليله، لكن في الاخر انا شايف الروح دي موجوده، ودايما كلهم بيسالوا على بعض، ولما المواقف بيحصل فيه ماتش لا قدر خسرنا كسبنا، كل الناس بتهني بعضيها في الصاله، وحاجه جميله جدا جدا، وهي دي روح مطلوبه، وهي دي فعلا روح المكسب، وهي دي روح النادي الاهلي.
كابتن خالد، الاهلي او عائله النادي الاهلي، احنا متعودين جوه النادي الاهلي البيت الكبير، الكابتن الخطيب في كل التفاصيل في كل الاوقات، انا عارف بيتابع معاك كل كبيره وصغيره. النهارده سياده معالي الوزير عمرو فاروق، المهندس خالد مرتجي، المهندس محمد الضماطي، الاستاذ محمد الجرحي، الجميع النهارده بيلتف حول الفريق، اعتقد بنجم سمار تعب في الفتره اللي فاتت. اكيد سمار تعب النادي الاهلي، واكيد دي سمار تعب مجلس الاداره مع الاداره التنفيذيه في النادي، مع اداره النشاط الرياضي، مع اللاعبين، مع المدربين. هي اداره كبيره، هي بص النادي الاهلي زي ما انت قلت كده عيله جميله جدا، وكل واحد بيشوف دوره عشان نوصل احنا فيه كلنا في الاخر. اكيد كابتن الخطيب من اول كابتن الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي فعلا بيتابع كل التفاصيل من ساده اعضاء مجلس الاداره، والنهارده كلهم متواجدين بيلتفوا، لان كل هي في الاخر منظومه واحده. المنظومه دي اساسها ان كل واحد بيعمل دور عشان كلنا ننجح مع بعض، والحمد لله ان ربنا بيكلم بنجاحاتنا، ولسه ربنا كده السيزون طويل، ويا رب باذن الله بس نوصل لغايه السيزون كده ويكون نوصل اللي احنا عايزينه في التارجت بتاع النادي الاهلي ان شاء الله. اللعيبه دايما بتستمد الثقه من المسؤولين في السله، اللعيبه واثقه وانت قاعد واثق في اللعيبه، في الطايره، في اليد، في كل الالعاب اللعيبه قاعدين انتوا واثقين في اللعيبه، ده بينعكس على اللعيبه ولامسينه في ارض الملعب. اعتقد النقطه دي نقطه مهمه جدا ما ينفعش ان احنا نعديها. ثقه اللعيب في نفسه، وثقه اللعيب في مسؤولينه، وثقه اللعيب في جمهوره، ثقه مهمه جدا جدا جدا، بياخدها بيستمدها وبينزل بيها باصرار وتحدي عشان يبسط للناس دي. طبيعي جدا جدا لازم نديهم الثقه دي، وهم على قدر المسؤوليه، والحمد لله لعيبتنا ما عندناش لعيبه مش على قدر مسؤوليه النادي الاهلي، على قدر تيشيرت النادي الاهلي. اللعيبه دي عارفه يعني ايه نادي الاهلي، وعارفه يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارف تيشيرت النادي الاهلي اللي بتلبسه. فالحمد لله احنا بنديهم الكلام طبعا الباور من، وعندهم مديرين فنيين ناجحين جدا بيقدروا يستبدوا منهم. حتى الاجانب لما بيجوا يتكلموا عن النادي الاهلي، خلي بالك بتكلم بصراحه شديده، حتى يعني مفيش كلام طبعا بيطلعوا ويتكلموا، لكن هو بيتكلم عن النادي الاهلي، هو عارف قيمه النادي الاهلي. الراجل الاجنبي المدير الفني الاجنبي او الراجل الاجنبي اللعيب عارف قيمه النادي الاهلي، فعارف حتى لما تلاحظ الكلام ده بتلاحظه جوه الملعب في الاصرار والتحدي بتاعهم، شيء مهم جدا جدا. نتمنى الاستمرار. بقول لهم احنا لسه ما عملناش حاجه، انا بتكلم بصراحه شديده، احنا لسه المشوار طويل، احنا لسه عندنا دوريات، وكل الفرق الرياضيه بقولها في النادي الاهلي نهايه الموسم هي اهم نهايه بالنسبه لنا. يا رب باذن الله نكون نهايه سعيده لجماهير النادي الاهلي، ونكون وصلنا للتارجت اللي احنا عايزين نترجته في اخر السنه باذن الله. شكرا كابتن خالد، ومبارك لك ان شاء الله في نهايه الموسم باذن الله بكل البطولات. شكرا يا فاروق، ومرسي جدا جدا. شكرا. اعتقد كلمه مهمه جدا من الكابتن خالد العوضي، النهايه بالنسبه لنا نهايه الموسم، حققنا قد ايه. مهم جدا يكون عندك لاعبين على قدر مسؤوليه النادي الاهلي، عارفين يعني ايه قيمه تيشيرت النادي الاهلي. اعتقد كلام من القلب من الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن هيثم، من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد وضيوفي الكرام. زماننا العزيز فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مهم مع كابتن خالد العوضي، وبنضم صوتي لصوتك وصوت فاروق كمان ان احنا لسه ما عملناش حاجه، نهايه المواسم قربت، والبطولات هي هدف نادي الأهلي وليس مباريات. هدف نادي الأهلي هو الفوز بالبطولات وليست المباريات. خليط على فاصل أعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطيتنا المستمرة لفوز النهاردة الأهلي على الزمالك في كرة طائرة 3-1، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وأرجع لضيوف اللي منوريني الحقيقة النهاردة في الاستوديو. أرجع للكابتن نشأة طلعت، ألف مليون مبروك يا كابتن، يعني يمكن الفوز مهم. طبعا فوز. تعليقك إيه على المباراة كابتن؟ ماتش كويس، ماتش حلو، ما كناش متوقعين ان ده هيحصل، بس خلينا متفقين ان الاهلي وزمالك خارج اي توقعات. ليه حسابات تانية؟ ليه حسابات تانية طبعا. نادي الزمالك كان دار الماتش في الشوط الثالث كويس، وكابتن ميدو عرف يدير المباراه بحنكه شويه. التغييرات بتاعته، وقف هجوم نادي الزمالك، ارسالاته بقت موجهه، عارف يسيطر على سير المباراه كويس قوي. كابتن، يمكن الشوط الثالث كان شوط مصيري شويه، لانه كان في يعني الموضوع ماشي ورايح وجاي، خاصه بعد ما كنا خسرانين الشوط الثاني. بالظبط. فالشوط الثالث كان شوط مهم جدا، شايف ايه اللي حسم الشوط الثالث؟ ايه اللي خلانا يعني ناخد الرياده ونبقى 2-1؟ اكيد كان في امور فنيه في الشوط الثاني حسمت. ظبطنا بلوكات، ظبطنا استقبال شويه، الارسال بتاعنا كان بتوجيهات، فقدرنا كل الكلام ده كابتن ميدو داره بحنكه، ان هو وقف الهجوم الناحيه الثانيه مع بلوكاتنا ظبطت، مع نزول عبد الله عمل فرق، ظبط الدنيا، روحه حلوه طبعا. عبد الله عبد السلام لعيب كبير، الحسيني عمل فرق. مين نجم هنقول؟ مش هنقول مين نجم اللقاء، انا دايما ما بحبش اقول النجم، هقول مين احسن وافضل اللاعبين النهارده في النادي الاهلي. اثنين، قول اثنين. انا من وجهه نظري الحسيني عبد الله.
دول نجوم اللقاء من وجهه نظرك؟ بالظبط. طب عملوا تغيير في الملعب. طب هنقول برضو نادي الزمالك من وجهه نظرك مين الاثنين الكويسين في نادي الزمالك او الاثنين سيف حسن عابد ولعبه دول كانوا موفقين النهارده؟ كانوا موفقين. نعم. كانوا موفقين لدرجه ان احنا لما كنا بنوقفهم كنا بنفرق. كابتن شايف المكسب النهارده يعني واكيد كل مباراه حتى اللي بتكسبها عندك اخطاء أكيد. يعني دايما بيكون في حاجات ايجابيه ودي اللي بتخليك تكسب اكيد اكتر من سلبيه، ولكن بيبقى فيه امور واخطاء تانية. شايف النهارده اللي محتاج النادي الاهلي الفتره الجايه يعليه اكتر في تدريباته او كابتن محمد مصالح ميدو يركز عليه ايه؟ وبص خلينا بس متفقين ان احنا مش هنعدل على كابتن ميدو، بس هو البلوكات بتاعتنا النهارده ما كانتش مظبطه، مش متوفقين، ما كانتش مظبطه. احنا مش بنعدل، احنا بنقول ان كان في توفيق زي واحد مثلا مش موفق في الثلاثه بونت في الباسكت بالزبط. واحد الفرقه مش موفقه في التصويبات البعيده بره التسعه او سبعه في اليد، هو بلوكاتنا ما كانتش متوفقه النهارده بالظبط. كانوا واحنا كمان كنا مستعجلين المكسب زي ما قال كابتن احمد صلاح، احنا مستعجلين عايزين ننزل نكسب الثلاثه صفر ونمشي. نعم. لكن هو الماتش خد مجرى تاني خالص، بلوكاتنا ما كانتش متظبطه بحيث لما كنا بناخد بلوكات كنا بنعدي صحيح. الضرب السريع ما كانش كتير قوي عندنا، بدأنا بيه وخدنا تقدم بالزبط. بس ما كترناش منه، ما كملناش منه. نعم. لو كنا كملنا في السريع كان فرق معانا كتير في السريع. اجي لك كابتن حسام، يمكن المباراه شهدت يعني اوقات صعبه كتير، ايه اللي خلى عندك ثقه دايما ان احنا نقدر نفوز بالمباراه؟ دايما ماتشات الاهلي والزمالك زي ما قلنا الماتشات ديت خارج الحسابات والتوقعات. يمكن اللي خلاني عندي ثقه كبيره ان احنا الماتش ده هيبقى من نصيبنا يعني وهنكسب دكل مدراء النادي الاهلي. احنا لو خدنا بالنا النادي الاهلي بدا بتشكيل وانهى الماتش بتشكيل. انت بتتكلم ناحيه فنيه كمان، انت عندك سكواد قوي. بالظبط. يعني احنا كنادي الاهلي احنا عندنا زي ما قلنا عدد اللعيبه في كل المراكز كبيره جدا، اللعيب اللي بيطلع وبينزل مكانه لعيب تاني بينزل بروح جديده بيخلي الفرقه تطلع معاه تعدي الازمه اللي كانت تبقى موجوده في الفرقه او الكام نقطه اللي بيبقى الفرقه واقعه فيهم، فبيبدا يفوق الفرقه مره كمان، فالروح ديت هي اللي بتعدي الفرقه الازمات اللي بتحصل. يعني انت شايف يا كابتن انه الاداء والمجهود الرائع اللي عملوه البنش بلايرز، اللعيبه اللي كانت على البنش والدفع بيها في اثناء المباراه، هي دي كانت نقطه التحول، انه ما حصلش دروب في الملعب بل بالعكس الملعب عالي. طبعا. يعني احنا لو خدنا بالنا ان في اول المباراه الحسيني ما كانش موجود، الحسيني فنش المباراه، ما كانش موجود في بدايه الماتش، سعودي بدا الماتش، يعني سعودي ما بداش الماتش فنش الماتش. بعد كده كان عبد الله، كان حسام يوسف هو اللي بدا الماتش، عبد الله اللي فنش الماتش. صحيح. كل الحاجات دي اللاعب بينزل من بره يعني تحس ان هو بيفجر نفسه، عايز يطلع اقصى ما عنده ان هو يخش ويعدل الفرقه ويبقى هو سبب المكسب. برده لما نزل الفتره اللي نزل فيها عصران بدل احمد صلاح، ريح شويه احمد صلاح لما جه على اخر الماتش كان واقف على رجليه وقادر يفنش الماتش لغايه النقطه 25، كان احمد صلاح هو اللي جايبها بشكل كويس جدا. الحاجات دي كلها بتساعد المدير الفني ان هو يبقى عنده افضليه وحلول كتيره جدا ان هو يقدر يلعب بالفرقه بتاعته. نعم. اشكرك كابتن حسام. خلينا نروح لارض الملعب مره اخرى وزملتنا سلا حامد من ارض الملعب ولقاء مع احد نجوم الفريق النهارده لويجيا المحترف الايطالي في صفوف الفريق. اتفضل يا سلا. برحب بك تاني يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وببارك لك تاني يا كابتن هيثم ولكل جماهير النادي الاهلي. ويمكن معي في هذه اللحظات واحد من العناصر المهمه في الفريق ويمكن كمان من نجوم مباراه اليوم، المحترف الايطالي لويجي. لويجي، فيرست اوف اول ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل، اند ليت مي اولسو تيل يو كونجراتوليشنز فور توديز ماتش اند اول يور تيم ميتس. توداي واز ا تاف جيم، سو كونجراتوليشنز. Thank you. We won a very good match today. It's very difficult because we won the last match against Zamalek, and today is another match. It's very difficult when we play against Zamalek because it's very important for us, for the club, for the fans. We are very happy that we can win with this very important match. طبعا كان بيقول يا كابتن هيثم انه مباراه اليوم من المباريات الصعبه واللي كمان مهمه وكمان بالنسبه لي ولجميع جماهير النادي الاهلي. يمكن بيقول كمان ان هم لعبوا المباراه اللي فاتت على الصاله والصاله الخاصه بنادي الزمالك في 100 عقبه، والصاله النهارده او المباراه النهارده كانت على صاله النادي الاهلي، ومبسوط بالفوز النهارده وسعيد كمان ان هم ادوا اداء جيد في مباراه اليوم لانها تعتبر من المباريات المهمه بالنسبه لي ولكل اللعيبه وكمان جماهير النادي الاهلي. You said that today was a tough match against الزمالك. So in your opinion, can you tell me how did you see today's match?
But I think today it was very good because every player going inside from the bench helped the team. This is very good because we are a very strong team. We have a lot of players that can help our team. It is important when someone, when the coach calls someone, he must stay ready. كنت بسأله عن النهاردة أن المباراة صعبة على الفرقتين وكمان سألته يعني رأيه إيه في المباراة اليوم. هو شايف النهاردة المباراة صعبة وكمان يعني كل حد من لاعبي لنادي الأهلي المباراة بالنسبة له مهمة أنه هو عايز يظهر بشكل كويس. كمان اتكلم أنه كابتن ميدو مصلحي يعني كل شوية يندح حد من اللعيبة أنه هو ينزل ويبدله مع بعض طبعا في المباراة. شايف أن الكل كان مستعد بشكل جيد للمباراة اليوم والكل أدى بشكل كويس. Today you had a very great performance, not only you, all the players in الأهلي team. Also Zamalek had a very great performance. It was a very tough game. How did you prepare for today's match? But I think today Zamalek played better than the last match, and also the opposite is new opposite, and he played very very good. This is difficult for us because it's the new player and we don't know about nothing about him, and now nothing. Now we close the second round and we must to prepare for the third round, for the final, and we worked a lot during this period, and I think now we are ready for a start with the third round. طبعا سالته كمان عن انه مباراه اليوم كانت صعبه, اداء لاعبي النادي الاهلي كان ممتاز وكمان اداء لاعبي نادي الزمالك. يمكن اتكلم وقال رايه انه النهارده اداء لاعبي نادي الزمالك كان احسن من المباراه اللي فاتت في الدور الاول. شايف انه المباراه دي ادوا اداء احسن يعني في المباراه, ولكن قدروا ان هم يتعاملوا مع المباراه ويفوزوا على نادي الزمالك. كمان هو بيقول خلاص انه احنا خلصنا الدور الثاني من بطوله الدوري, هيركزوا طبعا على الادوار القادمه ان شاء الله. وبالنسبه له طبعا المباراه كانت صعبه النهارده, ولكن قدروا ان هم فرحوا جميع جماهير النادي الاهلي بيفوزوا بمباراه اليوم. You said that the next round you have a lot of matches, so how you're gonna prepare to this matches with Captain Midu Mselhi, the head coach? But I think we don't have pressure. We have to work with the same times, and I think we have to make focus about everything, about the reception, about the serve, and I think it's very important now in this period to stay together and help each other. طبعا سالته كمان عن الفتره القادمه ان شاء الله والادوار اللي جايه ازاي هيستعدوا لها مع الكابتن ميدو مصلحي المدير الفني لفريق النادي الاهلي. هو شايف انه النادي الاهلي مش عليه ضغط الفتره القادمه ان شاء الله, ولكن هيتعاملوا يعني ان هم يتمرنوا ويحسنوا من ادائهم, وكمان يعني يركزوا اكتر على الارسال وكل حاجه طبعا الخاصه بلعبه الكره الطايره في التمرين, وانه النادي الاهلي مش عليه ضغط وان شاء الله يعني هيقدروا ان هم يادوا اداء جيد الفتره القادمه في جميع المباريات مع كابتن ميدو مصلحي. لويجي ثانك يو سو ماتش اند كونجراتوليشنز فور تودايز ماتش. Thank you. Bye, everyone. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا النهارده مع لويجي طبعا المحترف الايطالي في صفوف فريق النادي الاهلي, واللي كان سعيد طبعا النهارده بفوزه هو وجميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم على نادي الزمالك. والان العوده مره اخرى للاستوديو, كلم ليك طبعا يا كابتن هيثم, تفضل. زميلتنا من ارض الملعب سلا حامد, بشكرك شكرا جزيلا. ولقاء لويجي احد ايضا نجوم الفريق النهارده, الحقيقه اللي كانوا اضافه كبيره سواء هو ويندر بتعاقد النادي الاهلي معهم. الحقيقه مر الوقت سريعا, في النهايه بشكر ضيوفي, بشكر كابتن اشقد على وجودك معانا ودايما وشك حلو علينا. شكرا كابتن اسامه. كابتن حسام بشكرك شكرا جزيلا, نورتني وشرفتني ومبروك, وان شاء الله دايما دايما النادي الاهلي فوق. شكرا كابتن هيثم, ومبروك لينا ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لقناه الاهلي وجمهور الاهلي. الحمد لله المكسب حلو على نادي الزمالك, حاجه مشرفه جدا يعني, ومستوى واداء يعني الحمد لله الله اكبر عليهم زي الفل. اشكرك يا كابتن. اعزائي المشاهدين, دي كانت جولتنا النهارده. ألف مليون مبروك الفوز 3-1 في كرة الطائرة رجال على نادي الزمالك, وأيضا الذهاب الفوز ذهابا 3-0 في المباريتين رايح جاي. إن شاء الله المزيد من الانتصارات, ودايما زي ما وعدناكم في كرة النادي الأهلي هنكون مع أبطالنا. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة, وإلى اللقاء في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. شكرا جزيلا.